إذن الجمعة السادسة على التوالي هنا في ساحة أول ماي بالعاصمة، يتواصل توافد المتظاهرين من مختلف ولايات الوطن ومن مختلف نقاط أو المدن التابعة للجزائر العاصمة. المتظاهرون رفعوا شعارات ربما تستجيب أو تتوافق مع التغييرات والمستجدات التي تشهدها الجزائر في الفترة الأخيرة، من بينها المهد 2019 والتي يقولون فيها يعني تتنحاو قاع، إضافة إلى المطالب المعهودة بأن السيادة للشعب وأن الشعب هو من يقرر، وقد حان الأوان لأن يعيش هذا الشعب في جزائريته التي يريدها. إذن الجزائريون ما زالوا يتوفدون إلى ساحة أول ماي التي أصبحت ربما ينبوعا يتدفق منه هؤلاء إلى البريد المركزي، أين يتجمع هناك الآلاف في الجمعة السادسة من الحراك الشعبي. من ساحة أول ماي، أحمد خير الدين، قناة البلاد.